تحت عنوان شأم، وضمن نشاطات مهرجان الطفولة الذي تقيمه مديرية ثقافة حمص بمناسبة العطلة الانتصافية، قدمت فرقة إحساس للباليه والرقص التعبيري عرضها وسط حضور جماهيري كبير على مسرح دار الثقافة، يضم عدة نشاطات للأطفال من عروض مسرحية وأنشطة ثقافية ومسابقة غناء ودورة تصوير ضوئي، تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. واحد من الأنشطة ضمن مهرجان الطفل بالعطلة الانتصافية، يومياً بالمسرح عنا تقديم عروض إن كان مسرحية أو حفلات فنية أو أفلام للأطفال لنغطي لهم كل فترة العطلة الانتصافية. كقسم أطفال نحن عاملين كل يوم نشاط ثقافي مع حتى مسابقات، حتى نشاط عن أفلام وثائقية أو تعريف شخصيات سورية للأطفال، يعني نحن أخذين دورنا كمركز ثقافي بتعريف هاي الشخصيات للأطفال. العرض بيحكي عن شأم، نحن منوع ولكن خصصنا شيء لسوريا، شيء لبلدنا، بلدنا اللي عاش أزمة صعبة كتير، بس بالرغم من كل شيء صمد وانتصر وكان أقوى من الأزمة. عندنا أطفال، الفريق بيتكون من 110 راقصين كانوا بالعرض، تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات ومرحلة الثانوية. الحضور بدورهم عبروا عن سعادتهم بهذا المهرجان الذي أتاح لأطفالهم عرض مواهبهم وتنميتها. اليوم كان كثير عرض حلو ورائع، وكان الأطفال كثير متفاعلين مبسوطين، نتمنى الفرحة تعم على الجميع وعلى جميع الأطفال. كان شيء كثير حلو لأنه بالنسبة لهذه السنة وبالعطلة الانتصافية صار كثير إنه نشاطات، وهذا الشيء بيشجعنا للفصل الدراسي السنة الجاي. انبسطت بهذا المهرجان كثير، وأنا بتمنى إنه ترجع البسمة على وجوه الأطفال. أنا كثير بتمنى من كل قلبي وبتمنى إنه ترجع سوريا وتكون أحلى. البادرة كانت كتير حلوة وجميلة جدا ولفتي بالجنن، دعوتنا للأطفال بالعطلة الانتصافية للمركز الثقافي والعودة إله للمشاركة بالأنشطة هي رسالة من أطفال حمص، رسالة تحدي لكل من حاول المساس بمستقبلهم، يقولون فيها أنهم قادرون على صنع الفرح والسلام وإعادة إعمار الوطن.